مساء الورد، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده جاي اعمل معاكم فراخ مشويه بطريقه خطيره جدا جدا. ارجعوا للفيديو بتاع عزومه اخويا وشوفوا الفراخ كنت متبلاها ازاي، وده حطيت يوميها جزء في الصينيه بتاعت العزومه، واتبقى الاربع قطع دول شلتهم تاني في الفريزر ونزلتهم النهارده علشان اشويهم. زي ما قلت لكم التتبيله دي تنفع لاكلات كتيره قوي قوي، هقولها لكم في الفيديو. ولاني مسحت التتبيله بتاعت الفرخه حملت الفيديو تاني من اول وجديد واخدت لكم المقطع ده. بصل وطماطم معصوره ومغليه من اللي انا كنت مفرزاه، وعليها التوابل بتاعتنا. انت بقى بايدك تحطي اي توابل انت عايزاها. انا حطيت فلفل وبابريكا وشطه وملح ولورا وحبهان باودر ومستكه باودر، ده على قد ما انا متذكره يعني. واتبقت معانا الخلطه الجامده دي. قلبتها كلها في بعضها وحطيت فيها الفراخ وسبتها ليله كامله في الثلاجه. كمان كنت حاطه ليمون وزبادي، سبتها ليله في الثلاجه، وتاني يوم الصبح طلعتها وقسمتها زي ما قلت لكم، نص عملت بيه العزومه وده النص التاني، او تلتين للعزومه وده التلت التاني. ده الزبادي، الزبادي خلاها طريه وجوسي جدا، وهوريكوا انا شويتها ازاي. بعد ما فكت حطيت صينيه فيها ميه وحطيت عليها شبكه وحطيت قطع الفراخ وسبتها على النار من فوق لحد ما حسيت ان اللون الدم اللي فيها خلاص راح. هنا ده وانا بشوي وانا بتبل الفرخه. نرجع لطريقه الشوي. بقول لكم حطيتها على النار، الميه تغلي من تحت وهي تنزل السوائل والدهون اللي فيها لحد ما اللون بتاعها بدأ يبقى يعني مستوي نوعا ما. وبعد كده اخدتها بالشبكة بالصينية ودخلتها الفرن على الرف الوسطاني. زي ما انتوا شايفين كده، وبعد حوالي نص ساعة او اقل كمان فتحت عليها. هوريكوا لونها الخطير دلوقتي. دي الشبكة، شوفوا اللون، وكانت مستوية ومهرية جدا وطعمها زي الزبدة وجوسي ولا كأنها مشوية خالص. قدمت فرختي او فراخي مع رز مبهر، نزلت لكم في فيديو لوحده قبل كده، وحمرت معاها بطاطس، ما عندي شوية زيتون وليمون مخللين، وعندي مسقعة قرديحي كنت عاملها قبلها بيومين. وده كان فطار اليوم ده. أتمنى الوجبة تعجبكم والطريقة البسيطة السهلة السريعة دي برضو تعجبكم. لو أول مرة تشوف قناتي ما تنسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو أنت متابعين القناة مستنية منكم كومنت حلو ولايك جميل يرفع الفيديو اللي انا بتعب فيه، وانتوا عارفين ان انا بتعب فيه. تعالوا بقى نشوف قطعة من الدبوس دي، شوفها مستوية ازاي. شايفين الجلدة بس هي المشدودة، لكن اللحمة نفسها مستوية. شايفين اللون طالع، لونها وردي وتحفة. هدوقها. والله كانت زي الزبدة. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم حبايب قلبي، والرز المبهر كمان يكون عجبكم من الفيديو اللي فات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.